حبايبي حبايبي بحبكم بحبكم بحبكم. وأول حلقة في شهر رمضان الكريم مع البروفيسور من الولايات المتحدة الأمريكية. أول حاجة لازم تعرفها وهو رمضان كريم بنقول عليها جينرس رمضان. جينرس رمضان لو انت جعان مش هقول ايد، لا جعان خلاص بطنك بتسوسو هتلتهم الاكل. تلتهم الاكل دي يعني devour او gobble down او wolf down، هتبقى they devour gobble down wolf down their food، بيلتهموا الاكل. يا اخي سيب الاكل للعيال الاطفال بدل ما تحسسهم ان انت نازل على الاكل ايه فريسة هتخلص الاكل. يعني الاكل ما طارش يا بني ادم، سيب شوية للعيال، ارحم عشان ربنا يرحمك. لو انت جعان قوي لازم تقطم الاكل. لما تيجي تاكل بتعمل نيبل نيبل، وبعد كده لما بنقطم الاكل بنعمل ايه؟ بنعمل تشو تشو، بنمضغ الاكل بالراحة خالص، خد وقتك بقى في ايه. ثم بعد كده بتعمل سوالو سوالو، بتبلع الاكل على مهلك يا سيدي، على مهلك، انت مش مطلوب في قضية، الله يكرمك ابلع الاكل براحتك يا اخي. وخلي بالك يا بختو في ديجيشن اللي هو الهضم، وعندنا برضو لو انت اكلت اكل بسرعة ده ممكن خلي بالك يسبب لك indigestion اللي هو سوء الهضم. indigestion سوء الهضم، وطبعا ده مشكلة، فتروح لأنكل الدكتور، وأنكل الدكتور دوت هيديك بقى علاج وهتدفع من جيبك يا بخته. طب وليه؟ طب ما ناخد وقتنا يا بخته عشان نعرف ناكل حاجة كويسة وتبقى صحتنا زي الفل. وخلي بالك يا بختو لما تكون تعبان قوي وحسيت ان انت في المعدة فيها حاجة فيها واوا، هتروح للدكتور، وده مش اي دكتور خلي بالك، فهتروح لواحد تخصص امراض الجهاز الهضمي، وده بنقول عليه gastroenterologist اللي هو واحد متخصص في امراض الجهاز الهضمي. اوعى تروح للعجلات او واحد مثلا تخصص حاجة تانية، لازم التخصص مهم جدا يا بخت والله يكرمك عشان يا ابني تخف. انا مش فاضي اروح لكل واحد المستشفى واجيب والله يكرمك. ولما يا بخت يكون الاكل كويس والمدام عاملة لك شوية كرشة شوية منبار شوية ملوخية، فلازم تقول لها كده وتشكرها طبعا، خليك لطيف ظريف، تقول لها the food is yummy او tasty او delicious يعني الاكل ظريف جدا 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 والاكل حلو، تسلم ايديك يا مدام. وخلي بالك انت مع البروفيسور كرمانيستا اللغه الانجليزيه في الولايات المتحده الامريكيه. بحبكم بحبكم بحبكم. هو البروفيسور هو البروفيسور رمضان كريم.